عايز اقول لكم ان النهارده الحياه اليوم رصد تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي المهرجان الموسيقى العربيه 31 بالاوبرا المصريه. وانا ازف اليكم بشرى الحقيقه. احنا في قناه الحياه وفي المتحده لما نقلنا لحضراتكم مهرجان القلعه وحسينا قد ايه الاقبال، سواء بعد ما احنا بدانا ننقل اقبال الناس على الحضور او اقبال الناس في البيوت على التجمع امام شاشة قناة الحياة، علشان احنا قدمنا لهم الفن اللي كانوا بينتظروه، جرعة الفن الجميلة. ولذلك احنا ايضا حصل بروتوكول تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ووزارة الثقافة لنقل مهرجان الموسيقى العربية على شاشة شبكة تلفزيون الحياة حصرية. الحياة هتنقل لحضراتكم مهرجان الموسيقى العربية بكل بقى، انتوا بتتكلموا على نجوم الموسيقى العربية وانتوا بتتكلموا على دار الأوبرا المصرية، وده المهرجان رقم 31 من 20 أكتوبر ل 3 نوفمبر، بتتكلموا على 13 أسبوعين من الموسيقى العربية والنجوم والحفلات، ومش هتعرفوا تشوفوهم على الإطلاق غير على قناة الحياة. ننتقل الى دار الاوبرا الان عبر اللايف فيو، الاستاذ محمد مدير رئيس الادارة المركزية للموسيقى الشرقية وعضو اللجنة التحضيرية بمهرجان الموسيقى العربية. التقي بك مرة اخرى يا صديقي العزيز، مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ ووحشنا كتير، وبعد الكلام الجميل اللي انت قلته ده انا مش عارف اقول ايه، يعني ما فيش كلام هيتقال بعد كده. يعني الف شكر للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، الف شكر لقناه الحياه. انا عايز اقول لحضرتك على سر، يعني حضرتك كنت من الاسباب الرئيسيه لنجاح مهرجان القلعه، دايما بتقديماتك العظيمه اللي كنت بتقولها قبل كل حفله من حفلات مهرجان القلعه على مدار 17 يوم او 15 يوم متصله، كنا في قلعه صلاح الدين، اثرت بشكل كبير جدا، وكان دايما بيجينا رصدنا العديد من التعليقات على يعني الحفلات والفعاليات اللي تم اذاعتها وبثها عبر قناه الحياه. تحيه لكل العاملين في قناه الحياه والاستاذ محمود التوني اللي عايز اقول لحضرتك بيتواصل معايا تقريبا كل خمس دقائق عشان يعرف كل التفاصيل الصغيره والكبيره في المهرجان. ومبروك لينا ومبروك ليكوا الشراكه العظيمه اللي تمت ما بين وزاره الثقافه وما بين الشركه المتحده وما بين دار الاوبرا المصريه وقناه الحياه في بث فعاليات مهرجان الموسيقى العربيه. انا متاكد ان هيكون برضو ترندات كتير جدا على السوشيال ميديا، زي ما كان في ترندات كتير على مهرجان قلعه صلاح الدين. مهرجان الموسيقى العربيه السنه دي 15 يوم زي ما حضرتك ذكرت، من يوم 20 اكتوبر لحد يوم 3 نوفمبر على مسرح النافوره. انا عايز اقول ان الشركه المتحده كمان مش واخده الحفلات بس فقط على مسرح النافوره، ولكن ايضا الحفلات اللي موجوده على مسرح اوبرا الاسكندريه ومسرح اوبرا دمنهور وفعاليات المؤتمر العلمي المصاحب اللي هيبقى فيه تقارير ان شاء الله. يعني دايما بتقول المؤتمر العلمي ناقش ايه واهم القضايا اللي ناقشها، وخاصه انه بيناقش المؤتمر العلمي هذا العام قضيه مهمه جدا وهي المسرح الغنائي. فعايز اقول ان شاء الله كل الفعاليات كل حاجه الناس هتشوفها عبر قناه الحياه، شاشه قناه الحياه، وعبر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، واعتقد كمان ان هيبقى فيه بث اذاعي والبث الالكتروني. يعني ان شاء الله العالم كله يشوف مصر ويشوف ثقافتنا ويشوف حضارتنا ويشوف تاريخنا ويشوف فنانيننا ومبدعينا في كل مكان من خلال قناه الحياه ومن خلال. طب قول لي كده، قول لي مبدئيا كده، عشان انا عارف طبعا انتوا بتحضروا، بس انا عايز اعرف مين النجوم اللي هتيجي هذا العام؟ وانا عارف ان انت محضر الاسماء، وانا عارف ان انت مستعد، هتقول اسماء، فقول اسماء. هقول اسماء، أيوه. هقول كل حاجه، هعترف. عايز اقول لحضرتك ان شاء الله احنا معانا اكتر من 99 فنان بيشاركوا في مهرجان الموسيقى العربيه. خلينا نبدا الاول بالفنانين اللي بيشاركوا لاول مره معانا. الفنان راغب علامه ده لاول مره بيشارك معانا في مهرجان الموسيقى العربيه، الفنانه ديانا حداد لاول مره بتشارك في مهرجان الموسيقى العربيه معانا، الفنان الكبير بقى نجومنا المصريين يعني الكبار، الفنان الكبير محمد منير هيكون معانا ان شاء الله، معانا الفنان الكبير مدحت صالح، الفنان الكبير هاني شاكر، الفنان الكبير علي الحجار، الفنان الكبير محمد الحلو، الفنانه الكبيره عفاف راضي. من نجومنا الشباب هيبقى في الفنانه مي فاروق، الفنانه ريهام عبد الحكيم، وايضا الفنانه جنات،
ويعني عايز اقول كل الفنانين، انا خايف انسى حد بس انا بقول لحضرتك يعني مجموعه من الاسماء المشاركه من الدول العربيه. من ايوه مين بقى من الدول العربيه؟ موجود عاصي الحلاني موجود، مين تاني من الدول العربيه؟ حضرتك هيكون موجود الفنان راغب علامه، والفنان فؤاد زبادي من المغرب هيكون موجود، الفنان راغب علامه هيكون موجود، الفنانه ديانا حداد هتكون موجوده، الفنانه جنات هتكون موجوده من المغرب برضو. يعني انا عايز اقول في اكتر من 9 دول عربيه مشاركه بفنانينها موجودين. حفل الافتتاح السنه دي كمان هيكون مختلف شويه، هنحتفل بمئويه الراحل العظيم علي اسماعيل، وهنقدم اعماله على مسرح النافوره بالاضافه لتكريم 17 شخصيه من اللي اثرت الساحه الموسيقيه والفنيه في مصر وفي الوطن العربي، اخرهم الدكتور زين نصار اللي رحل عن عالمنا خلال يوم او يومين، هيكون موجود وكان عضو اللجنه العلميه. يعني عايز اقول ان يعني ان شاء الله كل النجوم هيكونوا موجودين على شاشه قناه الحياه، كل النجوم هيكونوا مع الجمهور المصري. ودي استاذ محمد الكلمه اللي حضرتك كنت بتقولها لي دايما هي العداله الثقافيه وحق المواطن المصري في ان هو يرى فنون بلده ويرى تراثه ويرى يعني هويته، الفن جزء من تكوين الشخصيه المصريه. فعايز اقول ان ده حق المواطن المصري بيتحقق، العداله الثقافيه بتتحقق من خلال الشراكه اللي تمت ما بين وزاره الثقافه وما بين المتحده وما بين دار الاوبرا وقناه الحياه. وعايز اقول لحضرتك ان يعني يمكن دي كمان بدايه، يعني في كلام ان شاء الله ان هيبقى كل فعاليات دار الاوبرا المصريه بكل فنونها هتكون ان شاء الله عبر الشركه المتحده وعبر قناه الحياه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه بمشيئه الله باذن الله. انا بشكرك الصديق العزيز والاستاذ محمد منير على هذا العمل، انا عارف انت قد ايه شغال على المهرجان ده، نجاحكم هو نجاح عوده الثقافه المصريه والهويه المصريه والفن المصري الاصيل لكل بيت في مصر. بشكركم وبشكر دار الاوبرا، وهنتابع معاك بشكل دائم ماذا يحدث حصريا على قناه الحياه. احنا بنرجع الهويه المصريه للفن الاصيل الجميل مره اخرى، وزي ما شفنا شباب صغير وشابات واقفين في مهرجان القلعه، انا اؤكد لكم هتشوفوهم تاني. ليه؟ لان انتوا ربطتهم، هتشوفوهم بيسهروا في البيوت مره تانيه عشان يسمعوا الموسيقى العربيه، واحنا اساتذه في هذا المجال.